سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط السادس للخيل المهجنة الأصيلة المستردة والإنتاجة الدرجة تكافؤ التصريف من 50 إلى 70 مسافة 1800 متر، أغدار كريسمس أريال ستومر وماكسن لين جازيل ودارت فورد وجولدمان ونبيدا بول جودي كاونت كورلين وساندز رو مارت كارت كين واركولين اين. ينطلق الشوط مع جود اركولين اين وعدنان حول الان في الصداره والمركز الاول، ثانيا مع الجواد رقم 6 دارت فورد الساده الزكريت ريسنج والمعتصم البلوشي المدرب محمد ناصر الرمزاني بثاني المراكز، ثالثا مع مانكسن لين سيد احمد حسن الجهني وياني سوابد، رابعا مع الانس العنود بن تشعيل الكواري جاسم الغزالي ريتشارد من مع الجواد فوغلمان في رابع المراكز، ومحاوله الجواد الستومر حسن علي عبد الملك جراد الفرانش الان في خامس المراكز، سادسا محاوله مع الجواد ماركارد ناصر احمد الكواري تيجوشي عفوا الجواد فوغلمان الانس العنود بن تشعيل الكواري ريتشارد مولن، لا تزال الصداره رتبة مع عدنان حوا واركولين اين الساده مربط الجريان المهند جاسم الياقوت في الصداره والمركز الاول، محاوله من الجواد مانكسن لين سيد احمد حسن المالكي الجهني ياني سوابد الان، اذا الخط المستقيم باتجاه خط النهايه فوغلمان الانس العنود بن تشعيل الكواري فوغلمان الان وريتشارد مولن جاسم الغزالي، محاوله من الجواد مانكسن لين الان واحمد حسن المالكي ومحاوله من الجواد أقدر الآن وإبراهيم سعيد المالكي البيرتسنا محاولة من فوغلمان الآن، لكن الجواد أقدر سيد إبراهيم سعيد المالكي البيرتسنا محاولة من الجواد رقم 11، لكن أقدر ألف مبروك للسيد إبراهيم سعيد المالكي والبيرتسنا. إذا الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 1 أقدر ملك السيد إبراهيم سعيد المالكي، المدرب هو الملك والخيال ألبرتو سانا، وفي ثاني المراكز الجودة رقم 11 سانديز رو، ثالثا الستومر، رابعا فلاجمان، خامسا دارتفورد. ألف مبروك.